النظام الغذائي السليم في رمضان ان احنا نعرف اصلا ايه الفرق ما بين رمضان والايام العاديه في موضوع الاكل. في الايام العاديه بنقوم من النوم، بنصحى الصبح، بنفطر، يبقى اذا جسمنا ما عملش مجهود، وبعدين قبل ما ننام بنتعشى. في رمضان بيكون العكس، احنا بنصحى من النوم بنكون صايمين لان طول اليوم بنشتغل وبنحتاج طاقه، وبنفطر في نهايه اليوم تقريبا في المغرب، وبعد كده بنتسحر في العشاء او بنتسحر في الفجر، فطول الليل بيبقى هو ده الوقت اللي بناكل فيه. الفرق ان احنا بنشتغل بالنهار وبناكل بالليل، في الايام العاديه بناكل ونشتغل بالنهار. طب ننظمها ازاي؟ نقول ان الجسم هيحتاج طاقه بمجرد ما بفطر، يبقى الطاقه دي هتجيلي من حاجه زي التمر، والسوائل هتكون حاجه مهمه جدا جدا بحتاجها، وفي الحاله ديت باخد من السوائل الميه، باخد كوبايتين ممكن اربعه في الفتره الاولانيه، يكون شوربه عصير ميه، واقسم يومي ممكن يكون فيها شويه رز، مكرونه، قطعه خبز، اخد اي كربوهيدرات باخدها في الفتره ديت ما بين السحور وما بين الفطار. يبقى الفتره ديت باخد فيها الحاجات اللي هي ممكن تتهضم بسرعه. ليه؟ لان وجبه السحور بتبقى مهمه بالنسبه لي علشان تخليني اكمل بقيه يومي بالطريقه ديت. يبقى في الحاله ديت عشان اكمل بقيه يومي بخلي الالياف، اذا كان فيها الياف او دهون مفيده زي زيت الزيتون، بخليها للسحور عشان بتاخد وقت في الهضم. والاهم منهم ما ننساش الميه اللي احنا ابتدينا بيها موضوعنا، انها السوائل مهمه جدا وخصوصا الميه. يبقى الثمان كوبايات اللي بقسمهم بخلي منهم اتنين بيكونوا اخر حاجه في وجبه السحور.